حلقتنا اليوم راح نجاوب على تساؤل مهم جدا، هل كثرة المعدات سبب في نجاح الصورة؟ انا عبد الله الشايجي وانتم في برنامج الخبير من نيو ميديا اكاديمي. اكثر شيء يوصلني عبد الله اشتري المعدة الفلانية، اشتري الاكسسوري الفلاني، خلونا نفهم شنو الهدف من المعدات وشنو اغراضها. تأكد أن كل قطعة إضافية تأخذها معك هي زيادة في التعقيد للتصوير، يعني إذا أنا بأخذ معدة تحتاج أنها تنشحن لابد أني أنا أتأكد أن التليفون مشحون والمعدات الإضافية كلها تكون مشحونة، وهذا الشيء يتنافى مع مبدأ التصوير بالهاتف النقال، لأن الهدف من الهاتف النقال أنه يكون خفيف وسريع وجاهز للتصوير. السؤال المهم اللي لازم تسأله نفسك، هل أقدر أني أطلع نتيجة جميلة بدون وجود هذه المعدة؟ وهذا اللي راح يحدد لك أنك أنت تأخذ معاك المعدات أو ما تأخذها. خلونا نأخذ مثال، إذا أنا اليوم بصور بالآيفون وبصور في مكان مظلم، وجود الإضاءة كمعدة إضافية أمر مهم، لأن من نقاط ضعف التصوير بالهاتف النقال هو الأداء في الإضاءة المنخفضة. وإذا أنا بروح أصور في مكان مزعج وفي أصوات كثيرة، فوجود الميكروفون أمر أساسي ومهم. ومن هذه التساؤلات قدرنا نعرف شنو هي المعدات اللي مهم أخذها معي عشان ما أزيد التعقيد علي في التصوير. وهذا يأخذنا لنقطة ثانية مهمة، مو غلاء سعر المعدة هو اللي يحدد إن هي ملائمة لك أكثر أو إن تكون هي الأنسب لك. ولو قررت إنك تشتري هذه المعدة وإن المعدة هذه مناسبة لك، تأكد من استخدامها وتجربتها قبل لا تطلع تصور فيها. بالأخير، كثرة وغلاء المعدات ما لها أي علاقة في جودة التصوير، أحياناً بساطة التصوير يؤدي إلى جماله. إذا عجبك هذا المحتوى وحاب إنك تشوف محتوى أكثر من هذا النوع، تابع حسابات نيو ميديا أكاديمي، ادخل على الرابط واشترك في دوراتهم.